مرحبا شباب، أتمنى أنكم بخير. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة و17 من دورة تعلم برنامج الوورد. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على كيفية وضع علامة مائية على الصفحات في برنامج الوورد. على سبيل المثال لدينا هذه الصفحة الأولى، سنقوم بوضع علامة مائية. كيف ذلك؟ نتجه إلى مينو كرياسيون، بعد ذلك نتجه إلى أقصى اليسار جروب أريير بلون دو باج، نقوم بالضغط على فيليغران. نذهب إلى فيليغران بيرسوناليزي، نقوم بالضغط عليه، تظهر معنا هذه القائمة. نقوم بوضع علامة على التكست اون فيليغران، نقوم باختيار اللغة، تختار اللغة التي تريد لتكون مثلا على سبيل المثال اللغة الفرنسية. بعد ذلك تختار الجملة أو العلامة المائية التي ستظهر على الصفحة لتكون على سبيل المثال اسمي عبد الرحمن الواقي. بعد ذلك تختار نوع الكتابة ليكون الخط الأول هذا، تختار حجم الكتابة على سبيل المثال يكون 48، تختار اللون على سبيل المثال اللون الأسود. ديسبوزيسيون تختار اوريزونتال أو دياغونال، اختار دياغونال. بعد ذلك أقوم بالضغط على أبليكي. أوكي فيرمي بهذا الشكل. أو على سبيل المثال تقوم بوضع، بدل كتابة هذه العبارة أو هذا الاسم أو أي عبارة كيفما كانت، تقوم بوضع صورة. كيف ذلك؟ نتجه إلى جروب أريير بلون دو باج فيليغران، تقوم بالضغط على سو برومي فيليغران بهذا الشكل، تعود إليه، تقوم مثلا بالضغط على فيليغران بيرسوناليزي، تقوم بوضع علامة على إيماج أون فيليغران، تختار سيليكسيوني ان ايماج، تقوم باختيار الصورة التي تريد ان تكون هي العلامة المائية على سبيل المثال لتكون هذه الصورة. بعد ذلك تختار يعني حجم وضوح او ظهور هذه الصورة لتكون مثلا 50%. بعد ذلك تقوم بالضغط على اوكي بهذا الشكل. الامر بسيط جدا. وصلنا إلى آخر الحلقة، لا تنسى الضغط على لايك وصابوني وكتابة التعليق ومشاركة القناة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.